بهدف صقل وتعزيز المواهب الموسيقية الشابة، أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة تشرين مشروع تمكين المواهب الموسيقية بهدف استقطاب هذه المواهب وصقلها ورعايتها للوصول إلى حركة موسيقية سورية ترتقي بهذه الفئة من الشباب. نحن اليوم بتجارب أداء لمشروع تمكين المواهب الموسيقية الطلابية، بناء على استطلاعات الآراء الطلاب اللي قام فيها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بالفترة الماضية، شفنا في كتير مطالب من الطلاب وتركيز على موضوع هوايات الموسيقية والفنية تبعهم. ومن خطة عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا هو موضوع استقطاب هي المواهب ورعايتها وتمكينها، يعني وصولا حتى لرفد الحركة الموسيقية السورية بهدول الشباب. هدف هذا المشروع هو صقل المواهب الموسيقية والموجودة ضمن الجامعة، الموسيقى الجامعية، يعني هالفترة عم يتسلط كتير ضوء عليها. في كتير مواهب ضمن جامعة تشرين عم يتضوى عليها وبحاجة لتنمية الموهبة. طبعا هذا الأمر هلأ بيبلش اختبارات الأداء رح ينتقى مجموعة من زملاء الطلبة ليكفوا ضمن دروس متقدمة بقراءة النوتة وغيرها من أمور الموسيقية المتقدمة. هذا المشروع بيقدم دعم مواهب وفرصة كتير كويسة للطلاب، خاصة بهذه الظروف الواحد بيحتاج لطاقة يفرغ طاقاته من خلال الغناء والعزف وهالأمور الطلابية اللي بتهتم بمواهب الشباب. هيدا المشروع يعني نحن فينا نقول كنا منتظرينه بفارغ الصبر، نحن بحاجة هيك نشاطات لدعم هاي المواهب وتمكينها وصقلها. أنا شفته أول شيء على الفيسبوك كإعلان وحبيت الفكرة إنه عم بشان تنمية مواهب وهالأمور هاي، وأنا قبل بعزف سماعي بس حابب نمي موهبتي كنوطة وك يعني انه كفرقه مع فرقه. هذا المشروع من زمان كان لازم يصير، يعني نحن بأمس الحاجه بهيدي الفتره بعد اللي طلعنا من الحرب. يعني الموسيقى هي الشيء اللي ما فينا نقول فوق كل عنوان، فوق كل لغه، فان شاء الله الموسيقى هي اللي بتحبب الناس ببعضها وان شاء الله بترجع الامور افضل. ترقى للمستوى الاحترافي وبحاجة ماسة للرعاية والاهتمام، ليكون هذا المشروع هو جزء من خطة عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وذلك بالتركيز على المواهب الموسيقية ورعايتها بكل المجالات.